السلام عليكم، مرحبا بكم في وجه عائلتي. اليوم غنقدم لكم اسهل طريقه تحضير كريمه ديال الزبده. نبداو ببركه الله. عندنا نص كيلو ديال الزبده تكون نوع مزيان وتكون هكا خرجناها من الثلاجه لمده ديال الساعه تقريبا. عندنا نص كيلو ديال السكر كلاسي، جوج لافاني، صافي. هادو هما المكونات ديالو. مننساوش قبصة ديال الملح، نديرو الخلطة بعدا في المعلقة باش يندمج الزبدة مع السكر، عاد نخدموها في الباتور باش ما يكثرش علينا السكر. ملي دازت 10 ديال الدقايق كنحسو راه كان بحال هكا كما كتشوفو هنايا. كنديوها للثلاجة كنخليوها لمدة ديال تقريبا ديال ساعة نخدمو بيها. كنتمنى ليكم الصحة والراحة. منساوش إلا عجبكم الفيديو ديرو جيم ولا كومونتي أو بيان أبوني، وباش ديما تتابعو الجديد ديالي تأبوناو في لاشين. سلامة.